الرحمن الرحيم. اول تحيه جمعويه، محمد الصفراوي فاعل جمعوي. احنا الان كنتواجدوا بمقبره المحمديه من اجل واحد البادره ديال حمله النظافه. كانت الفكره من واحد الحاجه الله يجازيها بخير من الجاليه ديال الخارج، وكنبا احنا كفاعلين جمعوي لبينا النداء نتاعها، وفي اطار يعني كاتحاد احنا في مشروع ايكولوجي اللي راك يعني داخل في هذه القضيه ديال النظافه، ديال النظافه ديال المقابر وديال الاحياء وديال الحديقات ونتاع المؤسسات. وكنتمنى كان النداء ديالنا اللي باقيين محيط المقبره، كما كتشوفوا مقبره كبيره، كنتمناو يعني شباب ونساء ورجال، حتى هذه الانطلاقه الاولى يوم الاحد ان شاء الله باقي مستمر ان شاء الله في حمله النظافه. كما نشكر كذلك المشاركين معنا جماعه بركان، كما نشكر مجموعه الجماعات والعمال ديال شركه افيردا، كما نشكر السلطات المحليه، كما نشكر الاخوان ديالنا الاعلاميين ديال عالم اونلاين. وتحيه جمعيه، ونتمنوا يكون يعني المجهود الاخر ديال الاخوان ديال المتطوعين يجيو يحضروا معنا في المقبره باش في سعينا نتعاونوا على هذا، نتغلبوا على هذا. وتحيه جمعويه، شكرا. كيفاش كتشوف يعني هذه الحمله، خصوصا ان المقبره يعني في واحد المرحله كانت دارت فيها حمله نظافه، ولكن كنشوفوا انها يعني الامور كترجع الى عادتها، يعني دائما يعني هناك حمله نظافه. يعني كيفاش التصور ديالك انها هذه حمله النظافه تكون شي حمله نظافه قويه، فهمت، باش نتغلبوا على هذا الاوساخ؟ ان شاء الله داكشي اللي راني قلت، هذا النداء خصنا تكون واحد يعني تكون العدد يعني يكون واحد العدد كبير اللي باش نقدروا نتغلبوا على هذا الاوساخ اللي كاينه. وكذلك حنا فكرنا، قلت كما عندنا المشروع ديال الايكولوجي، فكرنا ان شاء الله باش غادي تكون واحد نديروا واحد القضيه ديال المبيدات باش ما يوليش ينوض هذا كيقولوا. وفكرنا لما لا يكون واحد هذه المقبره تكون مقبره نموذجيه بحال اللي كاينه في وجده ولا بعد المدن، باش نقدر نزرعوا ان شاء الله ذاك الغازو كدا، وتكون هذا ما يكونش هذا، وتكون معها الادويه ديال المبيدات وتنقل المقبره. هذا الشيء اللي كان، وشكرا لك. شكرا.